Job on the Run هي أب سهل استخدامها، وهي تساعدك تحصل إلى عمل في بلدية أورهوس. في هذا الفيديو سوف نستعرض كيف استخدام الأب حتى تحصل إلى فهم شامل لمعاملة استخدامها. بعد النهاء من تسجيل الأب وافتتاحها، سوف تطلب منك تسجيل الدخول باستخدام النمئري. ادخل هوية المستخدم وكلمة المرور، وبعد هذا المفتاح من كارت النمئري. سيطلب منك إدخال رمز من 4 أرقام التي ترغب في استخدامها عند الدخول. بعد تسجيل الدخول باستخدام الرمز الجديد، ادخل اسمك وإيميلك الخاص. أنت الآن على استطاع لاستخدام Job on the Run. تبدأ من خلال النقر في الزاوية اليسرى وحدد الملف الشخصي. هنا يمكنك تخصيص ملفك الشخصي، مثلا يمكنك أن تكتب عن شخصيتك ومهاراتك العمل الخاصة. يمكنك أيضا تحميل صورة عن نفسك وتوصف نفسك، وحتى يمكنك تحميل فيديو حيث فيه توصف سيرتك الذاتية. تحت الموهلات يجب عليك أن توصف درجة تعليمك، وتوصف ما هو تعليمك الخاص، وأي نوع من الأعمال التي تفضلها. وبعد ذلك يجب عليك أن تجاوب على الأسئلة التالية: هل عندك تجربة في الدراسة أو في العمل خارج الدنمارك؟ ما هي اللغات التي عندك تجربة فيها؟ الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني؟ الآن يجب عليك أن تخبر عن شخصيتك الخاصة في العمل. هنا يجب عليك أن تقيم أي من هذه الفئات تناسبك أكثر، ومن ثم جرها بالترتيب من أكثر دقة أسفل العلوي الأقل دقيقة. على سبيل المثال، بحال إنك منفتح العقل، جر الكلمة إلى الأعلى، وبذلك تضمن مباراة أكثر دقيقة. وأنت الآن وصلت إلى نهاية تحديد مهلاتك، وهذا هو الذي يوصف المباراة في 100. لديك الخيار لتصل إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، على سبيل المثال لينكدإن، تويتر، إنستغرام وفيسبوك. هنا يمكنك أيضا إضافة ملفات آخرا التي تعتبرها مهمة. يمكنك الآن تحت Job Match ترى أي وظائف التي مباريات سيرتك الذاتية أفضل معه. سيكون هناك أيضا مقترحات من JobNet مع الوظائف التي يمكنك تطبيقها. من خلال النقر على واحدة من الوظائف يمكنك أن تقرأ الوصفة لهذه الوظيفة. إذا كنت مهتم يمكنك النقر على التطبيق، وبعد ذلك سوف تصل إلى معرفة كيف الشركة ترغب أن يتم الاتصال. هنا تشاهد كيف الشركة تريد الاتصال. يمكنك إضافة الوظيفة إلى المفضل لك إذا أردت فيما بعد الاتصال في الشركة. يمكنك دائما أن تشاهد وظائفك المفضلة في الزاوية اليسرى العالية. إذا قمت بالنقر فوق على الخريطة في الزاوية اليمنى العالية، جئت إلى GPS. هنا يمكنك أن ترى كل الوظائف وترى أين هم في الخريطة. عندما يظهر لك اللون الأزرق والأصفر، تعني أن هناك عدد من الوظائف المتاحة في المنطقة.
ومن خلال النقر عليها يظهر لك علامة حمراء، هي تعني أنه يوجد وظيفة خالية وبحاجة للموظفين. وهنا يمكنك قراءة المزيد عن الوظيفة. إذا كانت الوظيفة مناسبة لك أكثر من 85%، سوف تحصل على رسالة أو إشارة على هاتفك إذا كنت أقرب من 2 كيلومتر عن مكان الوظيفة. وهنا لك الاختيار إذا كنت تريد أن تتصل أو تذهب إلى الشركة وتخبرهم عن نفسك. يمكنك دائما إيقاف هذه الميزة من الإعدادات في القائمة اليسرى العالية. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة أو بحاجة لمشاهدة هذا الفيديو مرة أخرى، يمكنك دائما النقر على المساعدة في أسفل اليسرى. استمتع الأب Job on the Run.